خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يسير معاه النادي بخطى ثابتة، فليتفضل إلقاء كلمته بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا في البداية يمكن تواجدنا النهاردة لتكريم أبطالنا، تكريم الناس الحقيقة اللي هم رجعونا جزء كبير جدا من كرامتنا. يمكن أنا عشت في البداية حربين وعيت عليهم، يعني 67 و 67 لما ما اعرفش ليه، لما رجعت البيت لقيت والدي الله يرحمه بيعيط. فاحنا كنا بنعيط. فده يعني دي الحقيقه رجعت تاني. 73 بقى كنا بنلعب قد كده، الواحد كان حس وحس بيه العزه والكرامه. يعني عشان كده النهارده ده مش تكريم لأبطالنا في أكتوبر وتكريم الناس الشهداء اللي توفوا عشان خاطرنا وعشان خاطر البلد والناس اللي معانا، ربنا يديهم الصحة. هو الحقيقة التكريم احنا اللي يجب ان احنا نفخر ان احنا اللي موجودين معاهم النهارده. ده شرف لينا ان احنا جنبهم النهارده، شرف لينا ان احنا نقعد جنبهم النهارده. حاجة تانية يمكن عايز ابتدي برضو بأصحاب الفكرة، برضو من ولادنا من أعضاء النادي، وده الشيء اللي أنا بركز عليه على طول. إحنا كلنا عيلة واحدة. أصحاب الفكرة هم لجنة من إحدى لجان النادي أو لجنتين، لجنة المرأة ولجنة الشباب، وده شيء مهم جدا مع اللجنة العليا مع الإدارة التنفيذية. كلهم ده رؤيتهم ودي فكرتهم، عشان كده انا الحقيقه بحييهم بشكرهم جدا. ولما بقول بقى المراه والشباب، ده هنا في شيء مهم، ان احنا امام قدوه موجوده. لما الشباب بيفكر، هو اللي بيفكر النهارده، والمراه هي بتفكر النهارده تكرم ابطالنا، اعتقد ان البلد دي ان شاء الله فيها خير، وباذن الله جاي والاجيال اللي جايه ان شاء الله يكون شايفين اللي احنا شايفينه دلوقتي. اعتقد ده نطمن ان شاء الله على مستقبل البلد دي باذن الله. يمكن كمان النادي الاهلي عنده نهج كده بقالنا فتره، طول عمرنا احنا عندنا النهج دوت، لكن ابتديناه مثلا في مارس اللي فات. عملنا حفله في مارس اللي فات كرمنا فيه رواد الرياضه، روادنا من الرياضيين، مش كلهم، كان جزء كبير منهم، وان شاء الله القادم يكون يشمل بعضهم او بعض، يعني جزء تاني. كان تكريم علشان يعني نشكر الاجيال الكبيره، يعني بتاعت 70 سنه بقى و65 سنه و80 سنه، ربنا يديهم الصحه، يحسوا برضو نفس الاحساس اللي كانوا بيتكلم عليه دلوقتي سياده اللواء، ان احنا النادي الاهلي دايما باصص لاولاده من اول 1907. فكان في مارس كان في تكريم للرياضيين، لروادنا من الرياضيين. شهر يوليو عملنا تكريم تاني. التكريم التاني كان لأبطالنا الموسم اللي فات، كل اللي حققوا إنجازات الموسم اللي فات كان في تكريم تاني. النهاردة في تكريم من نوع تاني بقى، تكريم لأبطال زي ما قلت رجعوا لنا العزة والكرامة حقيقة. يعني عشان كده ليه التكريم ده بيحصل وليه الحاجات دي، يعني احنا حريصين عليها، حريصين عليها لان انا نفسي والله يا جماعه ان احنا كلنا احفادنا واولادنا صغارين وشبابنا يبقى عندهم قدوه، قدوه في الرياضه، قدوه في البطوله، قدوه في العسكريه، قدوه في الشرطه، يبقى عندهم قدوه. احنا مش هنمشي من غير قدوه في الادب، قدوه في الفن، في السياسه، في الاقتصاد. لازم احنا نعرف اولادنا ونعرف شبابنا ان احنا البلد دي بخير، والبلد دي فيها رموز كويسة. لازم ان احنا ولادنا لما يشوفوا ده اعتقد ان هم كمان يفخروا جدا بقدوتهم، ويحاولوا ان هم يحتذوا نفس حذوهم باذن الله. ده يمكن هدف من اهداف النادي الاهلي، ان احنا ازاي كعائلة النادي الاهلي بقى ان يكون هو ده هدفنا باستمرار، ان احنا جهاد القدوة. وكمان عائلة النادي الاهلي اللي هي جزء من عيلة كبيرة جدا اسمها مصر.
عشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان من خلال التكريم ده نقول لاولادنا ونقول لاحفادنا خليكم زي الناس دي، خليكم قدوتكم دولت، هم دول القدوه اللي ممكن تحيه يعني ترتفع بيها بلدنا باذن الله. كمان يمكن في حاجه يمكن معظم شبابنا ما يعرفوهاش، دور النادي الاهلي بقى، دور النادي الاهلي الوطني خلال حرب 67 او في حرب 67 وازاي تحول. الكلام ده يمكن ناس كتير ما تعرفوش، ملاعب النادي الاهلي تحولت لمراكز تدريب عسكريه، اعضاء النادي الاهلي يعني تطوعوا وتدربوا على المقاومه الشعبيه زي كل حته في مصر مش في النادي الاهلي بس، بس انا بقول دور النادي الاهلي اللي احنا عارفينه واللي احنا عشناه. كمان سيدات النادي الاهلي بيتسابقوا ويحاولوا ان هم ياخدوا كورسات او يعني ياخدوا تدريب في التمريض، هو ده دور النادي الاهلي 67، غير طبعا التبرعات بقى اللي كانت موجوده من الجمهور ومن الاعضاء. 73 بقى حاجه تانية خالص، برضو في تبرعات، لكن اقول لكم على حاجه يعني نفخر بيها جميعا بقى كنادي اهلي، لما طلبوا تبرع بالدم النادي الاهلي اعلن في وسط اعضائه التبرع بالدم. عارفين حضراتكم اول يوم كم واحد جه؟ 8000 واحد، 8000 واحد يتبرعوا بالدم في يوم واحد. يا جماعه هي دي الوطنيه، هي ده هو ده النادي الاهلي وهي دي الوطنيه اللي احنا عشناها. الحته العسكريه ده شيء مهم جدا، اسمحوا لي ان انا اتكلم على حاجه خاصه ب حماي انا والد زوجتي الله يرحمه اللي هو فريد متولي. الحقيقه يمكن برضو حارب في اكتوبر، لكن انا بتكلم على العسكريه والتزامها وانضباطها. انا مثلا اتجوزت سنه 82، النهارده احنا مش انا مش عارف اعد بقى عشان بس مراتي مت يعني الحمد لله لقيت انضباط كامل في الاسره، فدوت يا جماعه هو ده العسكريه الحقيقيه، انضباط كامل في السلوكيات. عشان كده انا الحقيقه يمكن بتذكر يعني كل انسان توفى وشهيد عشان خاطر البلد دي ربنا يرحمه رحمته الواسعه ويجازيه خير عننا جميعا يا رب. يعني في النهايه برضو مش عايز اطول على حضراتكم، لكن في النهايه بقى بشكر جميع الحضور واهتمامكم، بشكر ابطالنا كلهم، لان انا الحقيقه مش عايز اقول بقى انا هقول اسمائهم دلوقتي كلنا وهنكون معاهم في التكريم باذن الله. وبكرر تاني التكريم ده مش ليهم، التكريم ده لينا احنا، ان احنا نتواجد ان احنا نقف جنبهم نتصور معاهم ده تكريم لينا احنا يا جماعه. في النهايه بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر الكابتن محمود الخطيب.